صحيح. في أم يكون شبابها بسم الله ما شاء الله بالقدم بالعدد ده وبالحجم ده والقدرة دي، تبقى قلقانة من بكرة. ده بكرة ده بتاعهم هم، بكرة ده بتاعهم هم، وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان هم يحموا أقدار هذه الأمة من أي شر أو مكروه. فالحقيقة كنت لازم أسجل ده، ما لحقتش امبارح أو ما عرفتش امبارح إن أنا أسجله، لأن ده إحساس تولد في حينه. يعني أنا بقول كده للناس في مصر عشان يعني في الفترة اللي احنا فيها ديت هنجد دايما كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام اللي لا يليق. واسمحوا لي اقول لكم يعني لكل الناس اللي بتتكلم بالطريقه ديت، مفيش امم ابدا قامت الا على الصدق والعمل والامانه، لا على الكذب ولا على الافتراء ولا على الهدم. ويمكن وخلوني هنا اسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام، أحسنتم أحسنتم. صحيح أحسنتم فضيلة الإمام في كلمتك الشاملة الطيبة العميقة. ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار. وأنا بقول أشرار لأن أنا أنأى بنفسي على أن أنا لا يمكن في أمة تطلع لقدام. وأنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين، ما فيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا. والله هذا الأمر ليس من سنن الله أبدا. كان بس مهم أقول لكم كده ليكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم. احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله لله وشريف كمان في هذا المسار، ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن انا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى.